ايش راح تسميه؟ فانتوم سامبل. فانتوم كانه زي شبح. انا اذا عندي اوتبوت من بلانت، نفترض هذه هون جي اوف اس، وعندي هون واي اوف اس، راح نضيف احنا سامبلر تخيلي بس عشان يقدر يسهل علينا الحسابات اللي بعدين راح نعملها. راح اسحب هذا الخط وانا راح احط سامبلر، راح اسميه فانتوم سامبلر، يعني سامبلر اضافي هو مش موجود. راح يصير عندي هون واي ستار اوف اس. هلا انا ما بياثر علي اذا انا مهتم في السيجنال هاي واوقات محدده، ما بياثر علي اني حطيت الفانتوم سامبلر، فاحنا فعليا كانه اخذنا واي اوف اس واهتمينا بالنقاط اللي عند السامبلز من هون وعملنا لها سامبلينج. هذا بنسميه فانتوم سامبلر، هو سامبلر اضافي ما بيأثر على السيجنال الاصليه، لانه انا عمليا عندي لسه نفس السيجنال، بس انا حطيت سامبلر اضافي عشان يساعدني لما بعمل هلا البلوك دايجرام مانيبيوليشن، وبقدر وقتها طبعا هون عندنا الانبوت، بقدر وقتها ابسط الدايجرامز الثانيه اللي موجوده. هذا اسمه فانتوم سامبلر.